أنا اليوم خرجت كندافع على كرامتي وكرامة كل المغربيات وكرامة نساء العالم من أجل الوقوف ضد المغتصبين. كان تعرض وتشهير والسب والشتم وتزييف الحقائق وتسييس الملف ديالي. أنا ضحية اغتصاب وهتك عرض. قضية الاغتصاب غادي نبقى وراها الى اخر رمق من اجل كرامتي ومن اجل كرامة كل النساء، لانه هاد البلاد والعالم كرامته من كرامة نسائه.